يعطيكم العافية صف طلاب صف رابع. اليوم درسنا درس التطوع من أجل المجتمع، معاكم المعلمة ريم قرطام. بلش بالحصة، شو لازم نحضر للحصة؟ بدنا بس شغلتين اللي هن ورقة وقلم، بستناكم تروحوا تجيبوهن. طلبنا ورقة وقلم، هات نشوف ايش رح نتعلم اليوم بالحصة. رح نتعرف على مصطلح مواطن، ايش يعني كلمة مواطن. رح نتعلم كمان عن حقوق وواجبات المواطن في الدولة. بنتركز موضوع التطوع ونتباحث حول ماهية وأهمية التطوع، ليش مهم انه الواحد يتطوع للمجتمع تبعه. نفكر كيف نقدر كمان احنا نشارك بتطوع وكمان عمل من أجل المجتمع في بلدتنا. أن نكون في مواطنين في الدولة. إيش يعني مواطن؟ المواطن هو اللي بولد في الدولة، كل إنسان مقيم فيها ولد بهاي الدولة هو مواطن، ولكل مواطن في كمان حقوق وواجبات. وواجبات اللي هي بتحددها مين؟ الدولة، الدولة اللي أنت عايش فيها. يعيش في الدولة مقيمين غير مواطنين، مثلا العمال والأجانب والسياح. يعني إذا أنت مثلا سافرت برا، أنت مش بتكون مواطن في تركيا، أنت بتكون سائح، بينما أنت مواطن هنا في دولة إسرائيل. لهؤلاء حقوق وواجبات، مثل كل شخص وواجبات المحافظة على قوانين الدولة. مثل كل مواطن لازم يحافظ على القوانين اللي حطتها الدولة. حقوق المواطنين في الدولة، بدي اياكو طلاب صف رابع تفكروا وتكتبوا شو هي برايكو الحقوق اللي بيستحقها كل مواطن وكل انسان. معاكو دقيقة واحدة تكتبوا ايش هن الحقوق حسب رايكو. طلبت منكم حبايبي انكم تكتبوا بالدفتر ايش حسب رايكم هن الحقوق اللي بيستحقها كل مواطن وكل انسان. هات نشوف ايش هن الحقوق للمواطنين في الدولة. في عنا حق الحياة والامان، حق سلامة الجسد، حق الاحترام والخصوصية، وحق تكافؤ الفرص. انا متأكدة انكم كمان كتبتوا كمان اشياء، بس احنا اليوم اختصرنا باربع قوانين او اربع حقوق اللي هي الدولة بتعطيها للمواطنين. واجبات المواطنين، مش مثل ما في حقوق في كمان واجبات. انت بتطلع لك اشياء، بس برضو انت كمان لازم تقدم اشياء للدولة او باي مجتمع انت موجود فيه. ما هي واجبات المواطن في الدولة؟ فكروا واكتبوا في دفتركم ما هي حسب رأيكم الواجبات للمواطن في الدولة، ما هي الأمور التي على المواطن القيام بها. معاكم كمان دقيقة فكروا وتكتبوا ايش هن الواجبات.
حبايبي، أنا سألتكو قبل إيش هن الواجبات للمواطنين في الدولة. هات نشوف إيش هن الواجبات للمواطنين في الدولة. في عنا هون للمواطنين في الدولة واجبات ثابتة في القانون، مثل دفع ضرائب، المحافظة على الممتلكات العامة، الامتثال لقوانين الدولة. يعني في عنا قوانين وإحنا لازم ننفذ هاي القوانين ونمشي حسبها. وكمان في عنا واجبات متعلقة بالإنسان، بالحياة العامة والمجتمع، مثل التصويت في الانتخابات. مثل ما بتعرفوا إحنا آخر السنة كان في عنا كم من حملة انتخابات، فكل واحد فوق ال 18 بيقدر يروح ويصوت. المشاركة في حياة المجتمع. هات نشوف، رح أعطيكو حزيرة، رح أقرأ لكو تعريف لمصطلح، بدكو تخمنوا إيش هذا هو المصطلح. التبرع بالمال، اعطاءه عن طواعية واختيار التطوع من أجل أعمال خيرية. التجند لأداء عمل عن طواعية واختيار. معاكو دقيقة تفكروا بهاي الحزيرة ونرجع بعد دقيقة نشوف إذا عرفتوا إيش هاي الكلمة. أنا متأكدة إنه أغلبكو عرف إيش هاي الحزيرة. كان أنا قريت لكم مصطلح وكان لازم تعرفوا إيش هاي الكلمة. الكلمة هي التطوع. مظبوط. إيش يعني كلمة تطوع؟ تطوع إنك أنت تتبرع بالمال، تعطيه عن طواعية واختيار التطوع من أجل أعمال خيرية. يعني أنت بتعطي حدا منك لحالك وتتبرع بالمال، أو من تعمل عمل معين من غير مقابل. التجنيد لأداء عمل عن طواعية واختيار. في عنا هنا كمان زي من المنجد، تطوعا فهو متطوع. يعني الشخص اللي بتطوع هو متطوع، منسميه متطوع. التطوع في الحياة المجتمعية بدنا نحكي عن أم الفحم. طبعا بمدينة أم الفحم بدنا نحكي عن نجاح كبير لعمل التطوعي لتجميل وجه المدينة. نظم قسم الصحة في بلدية أم الفحم بمشاركة أقسام أخرى في يوم الخميس يوما للأعمال التطوعية، بمشاركة مندوبين عن طلاب من المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي البلدية ومجموعة مبادرون فيما قام على ترتيب وتنظيم عمل الطلاب والشبيبة والطلاب العامل الاجتماعي الجماهيري من قسم الشبيبة في المركز الجماهيري. يعني كتير مبادرة حلوة ومباركة انه في ناس بتفكر انه تعمل عمل خيري، عمل تطوعي عشان يجملوا وجه المدينة، فوتة مدينة ام الفحم كلياته طبعا بدون مقابل، على نية طيبة انه يجملوا المدينة. حيث تمت خلال اليوم تنفيذ اعمال تطوعية في الشارع الرئيسي، ايش عملوا هناك، وشارع القدس ومدخل المدينة. تم خلالها تنظيف وتقليم وقص الاعشاب الضارة والاوساخ والنفايات الملقاة على امتداد الشارع. لموا كل النفايات، ظبطوا النباتات، زرعوا ورود، وخصوصا في منطقة الدوار الكبير ومنتزه
النافورة، كما تم زراعة الورود والأزهار في عدد من المواقع التي تم تنظيفها. طبعا أفكر تتخيلوا كيف منظر المدينة أو فوتة مدينة أم الفحم كيف تغير وصار أجمل وأحلى بس بمساعدة هاي الشباب اللي قامت بالعمل التطوعي هذا الجميل. كمان مشروع تطوع كان بشفا عمر. بشفا عمر كان في مبادرات تطوعية للتمكين والعطاء. بادرت نساء من شفا عمر وللتطوع وتوفير الاحتياجات للعائلات الفقيرة في المدينة. وتنبع أهمية هذه المبادرة التي جرت من خلال افتتاح بازار للبيع بمبالغ زهيدة وتوفير الإمكانيات لدعم هذه العائلات. يعني إذا احنا بنحكي هنا المبادرة هاي اللي كانت بشفا عمر، المبادرة كانت من نساء اللي قرروا انه يعملوا زي بازار يبيعوا اشياء بمبالغ زهيدة، مبالغ منخفضة، واساس انه هاي النقود اللي جمعوها انه يشتروا فيها مؤن او يتبرعوا فيها للعائلات المحتاجة. طبعا مبادرة رائعة جدا، وانا بنصح الجميع ومن الطلاب حتى كمان يفكروا انه بمدارسهم يعملوا هيك مبادرات اللي هي عشان المجتمع تبعنا ولعشان العائلات المحتاجة. العطاء اكثر غبطة من الاخذ، يعني كل ما انت بتعطي هذا انت بسبب لك سعادة الك ولغيرك، يعني اكثر من انك تاخذ. لما انت بتعطي انسان انت بتسعده، انت كمان تسعد حالك. طبعا هنا في عنا مصطلحات: رغبة في العطاء، متعة وسرور، عطاء من أجل الغير، شعور رائع، نعطي لنفسنا، العمل ضمن طاقم وقيادة، استثمار، إن أردت أستطيع النجاح، نجلب الفرح. كل هاي المصطلحات هي كلياتها بتنزل تحت كلمة عطاء وتطوع، وإن أنا أعمل كل هاي الأعمال الخيرية عشان تحسين المجتمع تبعي. مثل ما حكيت انه التطوع هو اشي كتير كتير جميل. انا كتير استمتعت معاكم بدرسي اليوم عشان بالتطوع، بتأمل انكم كمان انتوا استفدتوا واستمتعتوا. رح اقولكم الى اللقاء ونراكم قريبا. شكرا.